زي ما قلنا رقم 7 بيبص لايه؟ لفوق، بيتكتب ازاي؟ خط نازل وبعد كده بنطلع تاني، تمام؟ طيب ايه 8 بتبص لتحت؟ عكس 7، 7 بتبص فوق على النجوم، 8 بتبص تحت على الارض. هنكتبها ازاي؟ نعمل نقطة كده، تمام؟ وبننزل كده. تمام؟ خط نازل وخط نازل بعد ما نعمل النقطة. طيب رقم 9، 9 عصايد جدو، بنكتبها ازاي 9؟ دائرة كده مغلقة من فوق وبتنزل كده. يبقى 7 8 9، احنا هنا كملنا لحد 7، هنرجع نكتب 8 و 9. تمام؟ تمام يا جيجي؟ طيب ادي اتجاه كتابة رقم 9. طيب هنراجع مع بعض بقى الأرقام يلا كلها. الصفر أهو فوق، صفر يعني قلنا يعني فاضي، يعني مفيش حاجة. يبقى صفر، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة. طيب يلا نكمل مع بعض الدودة كلنا بنحبها وبنتخانق عشان نكملها مع بعضينا. يلا يلا يا ورق كملي معايا. بعد الصفر ايه يا ورق؟ واحد، برافو عليكي. يبقى بعد الصفر واحد، بعد الواحد ها قولي يا ابراهيم، بعد الواحد ايه؟ اتنين، برافو عليك. بعد الاثنين ايه؟ الاثنين مكتوبة. طب بعد الاثنين ايه؟ هيا حليم، تلاتة، برافو عليك، تلاتة بسنتين. هنكتب رقم تلاتة، وبعد التلاتة اللي مكتوب ده رقم ايه؟ أربعة، الأربعة اتنين واتنين، وبعد الأربعة ايه يا عمر ايهاب؟ بعد الأربعة ايه؟ خمسة، برافو عليك، الخمسة كحكة، كحكة بالسكر. وبعد كده ستة مكتوبة، ستة واحدة بتفكر اهي. بعد ستة السبعة بتبص فين؟ لفوق، برافو عليك يا بتاج، السبعة بتبص لفوق. والثمانية بعد السبعة، ثمانية، الثمانية بتبص لتحت. هيا رغد، بعد الثمانية ايه يا رغد؟ تسعة، برافو عليكي. بعد الثمانية تسعة. يلا عايزين نعد المثلثات دي بقى ونكتب عددها كام. ادي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. يبقى عددهم كام؟ سبعة. سبعة بتتكتب ازاي فكروني؟ بتبص لفوق. ادي سبعة بتبص لفوق. يلا هناخد بقى مع بعض، هنراجع الاشكال الهندسيه اللي احنا ايه خدناها. فاكرين اول حاجه خدناها ايه؟ المربع. المربع هو المربع بيترسم ازاي؟ المربع بيترسم كده 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 كده. طيب المربع كل اضلاعه قد بعض، بصوا معايا، الضلع ده قد الضلع ده، وقد الضلع ده، وقد الضلع ده. يبقى المربع كل اضلاعه قد بعض زي الشباك. يبقى المربع كل اضلاعه قد بعض، ده زي ده، زي ده، زي ده. تمام؟ يبقى المربع عنده أربع أضلاع، يجمع عندهم مع بعض، أدي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، ده كده اسمه ضلع، وده ضلع، وده ضلع، وده ضلع. يبقى المربع عنده أربع أضلاع وأربع زوايا. طب فكروني إيه هي الزوايا دي؟ الزوايا دي معايا يا حمزة اللي هي ما بين الضلع والضلع، هي الصغننة دي، أدي زاوية، وأدي زاوية، وأدي زاوية، وأدي زاوية. يبقى المربع عنده أربع أضلاع وأربع زوايا، وكل أضلاعه قد بعض، مفيش حاجة كبيرة، كلها قد بعض. طيب الدايرة، فاكرين الدايرة اللي كانت على طول بتعيط؟ ليه هي دايرة بتعيطي ليه؟ علشان ما عنديش ولا أضلاع ولا زوايا. يبقى الدايرة ما عندهاش ولا أضلاع ولا زوايا، عشان كده بتعيط. طيب هناخد النهاردة مع بعض بقى الجديد، المثلث اللي عامل زي الهرم، ليه تلات أضلاع. آدي المثلث اللي عامل زي الهرم. المثلث ليه كام ضلع؟ يلا نعد مع بعض الأضلاع. واحد، اتنين، تلاتة. واحد، اتنين، تلاتة. وليه كام زاوية؟ برضه نعد، واحد، اتنين، تلاتة. يبقى المثلث ليه تلات أضلاع وتلات زوايا. تمام؟ طيب يبقى ايه؟ الدائرة ملهاش ولا أضلاع ولا زوايا. المربع ليه أربع أضلاع وأربع زوايا، كل أضلاعه قد بعض. والمثلث ليه تلات أضلاع وتلات زوايا، عشان كده هو بيضحك، بصوا بيضحك أهو. بصوا بيضحك عشان ليه اضلاع وزوايا. بصوا المربع بيضحك ازاي برضو عشان ليه اضلاع وزوايا، ده اللي بس هي الوحيده اللي بتعيط. تمام؟ يلا اشوفكم بكره ان شاء الله، ونعمل هوم ورك وتبعتولي على الواتساب. باي.